أقول أن الشعب العراقي قال قولته، طلع بالشوارع، وهذول حرامية صار لهم 16 سنة بالحكم. اللي جابهم للحكم الدبابة الأمريكية، اللي جابهم بالحكم جورج بوش، اللي جابهم اللي سقط صدام مو زلزال ولا مطر ولا رعد، اللي سقط صدام هو الأمريكان، وجوا إلى العراق وسقطوا صدام، وإحنا اشتغلنا على الموضوع، وإحنا روجنا لهم في واشنطن، وإحنا ساعدناهم أن يكونون في الحكم، بدل ما يخدمون شعبهم ويخدمون الشيعة الذين هم يدافعون عنهم، بدأوا بقتل الشيعة. انظر إلى المدن الشيعية، اتركني هذه، انظر إلى البصرة كيف كانت وكيف صارت، انظر إلى الناصرية، انظر إلى العمارة، انظر إلى الديوانية، مدارس مكسرة، شوارع مكسرة، ما مالح، حياة تعيسة، ميليشيات أثرت، أمراء وورلوردز، أمراء حرب يبنون ويشترون فيلات في بيروت وفي دبي بالملايين الدولارات بحجة المحاربة باسم دم الحسين. هذا ما حصل، هذا مو احنا اللي قلناه، هم اللي سووا بنفسهم. هم لو ناجحين بالحكم كان ما حد طلع ضدهم، هم لو مستغلين فرصة هذه على المكان. لكن أن يجي بعدين احنا السيستاني مدن نمس بقداسته، نقول وينه، نقول السيستاني انا ما قاطعتك، لا تلغي، لا تلغي، ما قاطعتك انا، لا تلغي، لا تلغي، لا تلغي، لا تلغي، كافي، لا تلغي، انت عميل ايراني، انت عميل ايراني، انت عميل ايراني، انت عميل ايراني، انت تشتغل القاسم سليماني، انا اعرف من يدفع لك، انت عميل ايراني، اسكت، صح، انشب، ايش ايش، كافي، 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 ايش 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 ايش، لا تلغي، انت لا تلغي، صاير لي ببغاء مال ابو مهدي المهندس، استحي على نفسك، هذا بسز. طيب اذا 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 سمحتوا خليني ايش شاب، اسكت، خليني انا اتحفظ، طيب انا اتحفظ على هذه الدقيقه، اتحفظ على